خاصهم يكون واحد الحوار يعني ما بين الآباء الكفيلان أو هذا مع الطفل، يعني خاص تكون واحد صراحة فيما يخص يعني هذا الأمر، يعني ما خصناش نخبيو عليهم أنه الطفل يعني متبني أو أن الطفل يعني ربما يكونوا في نفس العائلة. بعض الأحيان تنقاو بأن هذه الحالة هذه مثلا الخالة أو العمة إلى آخره، لكن طبعا الحوار والصراحة خاصة، لأن اللهم أنا نجي نتكلم مع ذاك الطفل ونقول له بواحد الشكل يعني سلس بواحد الشكل جيد وأنا تنعرفه مزيان حسن من الآخرين، حسن ما يسمع الخبر من شي شخص واحد آخر ويعني غيسمعه بواحد الشكل ماشي ملائم وماشي زوين وربما يصدمه. فالأطفال ابتداء من واحد السن يعني ديال خمس سنين خاصنا أننا ندخلوا له بعض المسائل ونقولوا له بشويه بشويه باش يكون داك الشيء تيمشي عادي وتيتقبل الامر بواحد الشكل طبيعي. الدور ديال الام والاب الكفيلان يعني الدور ديالهم بحاله بحال الدور ديال الاب والام يعني اللي ولدوا هذاك الطفل، فمادام تكلفوا به، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته طبعا، فمادام تكلفوا به وقرروا انهم غادي يكون الابن او البنت ديالهم فعندهم نفس يعني الواجبات ونفس الحقوق فيما يخص الاباء يعني الابناء اللي ولدناهم بواحد الشكل طبيعي. فبالتالي خاصنا نعلموهم نقريوهم نسكنوهم نعطيهم داك الشيء الامكانيات اللي ممكن يعني المتاحه لنا في حدود يعني طبعا الامكانيات ديالنا. فيعني ما كاينش اختلاف ما بين الاب والام الكفيلان وما بين الاب والام يعني البيولوجيان او اللي ولدوا الطفل بشكل عادي. المشكل اللي عندنا في هذه الحلقه اللي احنا شفناه هو انه يعني هاد الابنه يعني ما كان خاصها حتى حاجه، بالعكس بانها يعني عاشت في واحد الظروف جميله جدا وبان الام ديالها الكفيله عيشتها في واحد المستوى يعني جميل، خاصه يعني هاد الام هذا اللي ممكن هاد المشكل ممكن يوقعوا فيه الاباء الكفيلان. علاش؟ لانه تيكونوا تحرموا من الاطفال، فبالتالي ملي تيجي واحد الطفل او انهم تيتكلفوا خاصه لو كانت يعني الفتره ديال الانتظار مده كبيره، هذا هو اللي تيجعل ان ديك المحنه تكون زايده على القياس وتيكون واحد الفشوش شويه زايد على القياس. فهنا ما خصناش نطيحوا في هذا المشكل هذا، لان طبعا خير الامور اوسطها. فكما غادي نعلم هذا الطفل يعني بغيت نتهلا فيه لانه تعطيني الحنان، طبعا تكون حنان متبادل وعندي انتظارات مع ذاك الطفل، فطبيعي انه يعني نعده خاصو يكون هذا الانسان او الانسانه انه قادر يعيش من بعدي. هذا الدور ديالي كأب وكأم وكأم كفيل يعني كافلة بهذا الابن هذا، خاصني يعني مني ما نكونش يكون هذا الإنسان مستقل وقادر على أنه يكون عايش في واحد الوسط اجتماعي وأنه يكون إنسان يعني قادر على أنه يتكلف بنفسه، لأن هذا هو الدور ديالنا كأباء بشكل عام، يعني هو أنه يعني نعد وليداتنا باش يكونوا مستعدين باش يعيشوا مني ما نكونوش، ويكونوا مستعدين أنهم يكونوا في المجتمع كمواطنين صالحين وكأناس يعني مستقلين في حياتهم ومستعدين باش يعملوا باش يعني أي حاجة خصهم يتعلموها سواء في صناعة أو سواء قراية، أو المهم أننا نعطيهم هذاك الزاد اللائم يعني اللي خصهم يعملوا به من بعد. ضروري ومؤكد أنه دائما نستحضروا كآباء وكأننا مسؤولين على هاد الأولاد أنه نشوفوا فيما بعد شنو غادي يوقع. فبالتالي هاد الأطفال هادو خاصنا نعلمهم أول شيء روح المسؤولية، خاص أنه يتعلم المسؤولية، أنه يتعلم بعد المسؤولية ديال ذاته، وطبعا هو من غادي يكون يعني تهو أب وأم إلى آخره تهي غتحمل مسؤوليات أخرى. يعني كيفاش غادي يكون هاد المرور هاد المرحلة هادي لو أنه أساسا ما تحملش مسؤولية ديال شخصه؟ فضروري ومؤكد انه خصو ما قلت خصو يتعلم يقرا، يتعلم شي صنعه، يتعلم شي حرفه. العمل يعني ماشي شي حاجه اللي قبيحه او شي حاجه اللي يعني غتهبط منه، بالعكس كل ما كان الانسان مستقل وانسان ما غاديش يمد يده وانسان غادي يخدم بواحد الشكل يعني بشكل يعني تيكبروا العمل تيكبر، ماشي العمل يعني تينقص من القيمه الانسان، بالعكس. وطبعا ما كاينش فتره معينه اللي نقول صافي مشى الحال ما عرفتش او ما يمكنليش يعني ندخل دابا يعني عمل او ميدان. اكيد لو جلست مع نفسها غادي تسائل شنو ممكن ندير، ربما تعرف دير الحلوى، ربما تعرف دير شي حاجه، اكيد كاين نقاط الله سبحانه وتعالى عطى كل واحد النقاط زوينه ديالو خصو يقلب عليها وعطاك باش تقتاد وباش تمشي تقلب على راسك. فقط خصني نبحث، وحتى لما كنتش نعرف ما كاين باس نتعلم
نتعلم شي حاجه جديده ونمشي يعني نقلب على رزقي. وطبعا ارض الله واسعه الحمد لله، خاص غير الانسان يتابر وتكون عنده العزيمه، وطبعا الابواب كثيره غتكون مفتوحه ان شاء الله. طبعا كما قلنا العلاقه ما بين الاطفال يعني اللي تكفلوا بهم اباء او بالنسبه للابناء، قلنا بانه نفس الشيء، هو ما تيشعرش بالفرق بالنسبه له. الاباء الكفيلان بحالهم بحال الاباء يعني العاديين، فبالتالي تيبقى عنده انتظارات كاي طفل عادي كاي. فطبعا لو كان الاب ديالو والام ديالو يعني في حاله مقتدره وعندهم لاباس عليهم الى اخره، فبطبيعه الحال هو ساكن في واحد البيت الى اخره، يعني طبيعي انه غادي يبقى في ذاك البيت راه دارهم، لانه تربى فيها وكبر فيها وترعرع فيها. فبالتالي ما يمكنش هو من الناحيه النفسيه يجي شي واحد يقول له خرج هذه راه ماشي دارك. فهنا طبعا خصنا يعني نصيحه اللي ممكن نقولوا بالنسبه للاباء اللي تتكفلوا او تيقولوا تيقوموا بهذه المهمه النبيله اللي انهم تربي واحد الابناء وتعطيهم الحنان وتعطيهم واحد يعني داكشي اللي قدروا عليه تعطيو، انهم يفكروا ايضا في المرحله ما بعد. يعني لو انك يعني وصلت الحق ديالك الوقت ديالك كجميع الناس الى اخره، فيعني شنو غادي يكون يعني المآل ديال هاد الاطفال هادو او ديال هاد الابناء هادو. فطبعا الانسان يفكر في هاد المسائل هادي ويتاخذ التدابير اللازمه باش ما يكونوش مشاكل بحال هادي اللي شفنا. البيت القصيد في هاد الحكايه الى يعني وبشكل عام هو ان الانسان حنا كاباء خصنا نتعلموا اننا نعلموا روح المسؤوليه للابناء ديالنا. وطبعا لو اننا يعني في حياتنا ضمننا ان هاد الاشخاص اصبحوا ناس مسؤولين وبانهم ناس يعني قادرين على انهم يكتسبوا الرزق ديالهم وبانهم اشخاص يعني صالحين للمجتمع، فيعني هذا هو الربح. لان وان يعني ممكن نخلي له يعني ممتلكات الى اخره، لو ما كانش واحد العقل، لو ما كانش واحد روح المسؤوليه، لو ما كانش واحد يعني انضباط، وما كانش واحد تربيه حسنه، ممكن حتى هذا الشيء غادي يضيع. فبالتالي انا تنبقى يعني بالنسبه لي يعني اكبر ميراث ممكن نخليه لأبنائنا سواء كانوا أطفالنا بيولوجيين أو ما غير بيولوجي، هو أننا نخليهم واحد التربية حسنة. واحد هذا هو أكبر زاد، لأن لو خليتي له واحد تربية حسنة واحد العلم واحد صنعة واحد هذا، هو إن شاء الله غيكون قادر على أنه يكمل المسيرة، وبأن داكشي اللي زرعتيه ما غاديش يمشي هباء منثورا.